الديناصور. لكن وصلنا لتاني وقفه بعالمنا الصباحي لليوم، مربى البندوره او تشتني التشيري توميتو. انا صار عندي جاهز، قليت بصل ثوم مع شويه زيت زيتون، رجعت ضفت بندوره تشيري او بندوره الكرزيه، وضفت لها من الحبق من الملح البهار والسكر واكيد عصير البندوره. هيدي الطبخه او هيدي الوصفه بدها تقريبا نص ساعه على النار، مثل ما بتشايفين انا حطيتها على نار هادي لتنشف، لانه بدي اياه مثل المربى لارجع احطها على التارت اللي عندي هون، ومد عليها الموتزاريلا الفريش وفوتها على الفرن، وبدي اقدم معها سلطه الروكا، والروكا عندي كمان انا غسلتها وصارت جاهزه. وبنفس الوقت المعكرونه اللي عندي مثل ما قلت لكم المكروني سلقتها وصارت جاهزه لنعمل فيها الصوص، والصوص مثل ما قلت هي كنايه عن بصل وثوم، حقليهم مع شويه زبده وشويه زيت زيتون. حارجع ضف لهم الشمندر، حضف لهم شويه جوز الطيب، الملح، اوريجانو وكريمه ومرقة الدجاج. هيدي الخلطه حنخترها على النار فتره شي 5 دقائق، نرجع نطحنها على المكنه ونرجع منقلي فيها المعكرونه اللي عنا. اما منجي للكراب اللي بدنا نعمله اليوم، انا مثل ما عرفتوا نقيت الكراب السوريمي او الكراب مثل ما شايفين اللي بناكله نحن بالسلاد وبناكله بالسوشي. فالعنصر الاساسي نحن تنجح وصفتها بدنا نشيل المي، فدائما لما بدنا نستعمل الكراب لازم نعصره بهالطريقه مثل ما شايفين، والوصفه عندكم عم تمرق على الشاشه هلا، شفتوا قد ايه بينزل منهم كميه مي. وصفه الطارت على الشاشه اللي بيحب يأيدها، ونحن حنطبقها على 12 و7 دقائق اخر النهار انا وغيدا. اذا شفنا هيدي المي نزلت من نص الكميه، انا اليوم عم بستعمل نص كيلو، والكراب سهل انه نقشره. هنرجع نضيفه على اللي انا كنت عاملهم قبل بوقت. انا هيدا الكراب شو حاعمل فيها اليوم؟ حاطحنها على المكنه، ححط معها زليل البيض، حاحط معها طحين الذره، بهار ابيض. اليوم انا بدي نكهها بالشومر وبالملح، بس بدها تصير عندي مثل موس صغير. حاجي ادهنها على التوست اللي عندي هون، صار فينا نزيد الشمندر، وحنتركهم يتقلوا مع البصل والثوم والزبده والزيت الزيتون. حتصير عندي برجع بقول مثل موس، حلمدهم على توست، وهيدا التوست حارجع احط عليه سمسم ونقليه قلي، نرجع نقدمه مع الحامض والسمسم. انا حكمل تحضيراتي، برجع مثل ما قلت لكم بشوفكم على 12 ساعة. اول ريسيبي اللي هي تشاتني التوميتو. بس بدك تعيد هلا الوعد اللي وعدتني اياه باول عالم الصباح. اوكي خلص، مرت الجاي لما بتكون غيدة على الهواء، مرت الجاي بس تكون غيدة، واذا انا كنت حقلي بصل وثوم وجيبهم معي. اوكي، او بنقي ريسيبيات ما فيهم بصل وثوم. بدي حتى ارجع بس اكون مبسومه من قدام المشاهدين وشادي موقع من عند المطبخ. واذا خسرت خليت الوعد شو بصير؟ ومرت الجاي ما بتفوت بلا اهلك على المطبخ. لكن عندي تقليه بصل وثوم، حطينا منها، حطينا معها تشيري توميتو، حطينا حبق سكر وملح وشويه بهار، وحطينا عصير البندوره، قليناهم شوي ورجعنا غطيناهم وتركناهم فتره نص ساعه ليصيروا تشاتني او ليصيروا مثل المربى. اوكي اوكي. وبنفس الوقت عندي هون كمان تقليه بصل وثوم، وعندي الشمندر المقليه مع الزبده وشويه ملح وزيت زيتون. حاجي اضيف لهم ملعقه من القرفه او اذا بدكم بهار الحلو. اوكي، اضيف لهم ملعقه ونص من الاوريجانو، وحضيف نص كوب من مرقه الدجاج، فينا نضيف مرقه خضار. لا ما تخاف، فينا نضيف مرقه خضار اذا بدنا نخلي الطبق فيجيتيريان، بس انا عم حط دجاج لاعطيها شويه دسامه للصلصه اللي عندي. صح اوكي، حضيف فوقهم من الكريمه حتى تكمل القصه. معدال كوب ونص تقريبا
للكوب. منيحة منك معدار معيار يعني معيار ومقدار. خلطهم وأنا وياك خلطناهم مع بعضنا. ماشي، حنتركها تغلي شوي. بهالوقت حبلش مد توميتو تشاتني وحطهم بقلب العجينة الباف بيستري اللي نحن خبزينها قبل بوقت، وحنحطها بالفرن لورجيكم كيف بدنا نقدمهم. نحن معودين بالعادة على المانجو تشاتني اللي بيحطوه مع الكاري. نحن طالما فيها شي سبايسز وفيها اعشاب معطرة وسكر يعني تشاتني بتصير تشاتني. اوكي اوكي، حنجي نوزع على الدوائر اللي عندي، وفينا نعملهم بالاشكال اللي بدنا اياهم، يعني مستطيل او دايرة كبيرة او قالب كبير. انا حبيت اعملهم طارت صغار. ايه عم تصير مثل البريسكتا يعني تقريبا، بس هيدي على السخن. ايه وحتفوت حتفوت على الفرن. عظيمة. أول طبقة صارت جاهزة. شو حنجي نعمل؟ حنجيب الموتزاريلا الفريش. اوكي. فينا نستعمل الموتزاريلا المبروشة أو اللي بتكون مطبوخة. أنا فضلت استعمل موتزاريلا فريش. هنقصهم هيك. ايه وبالمقص الحاد. حط قطعتين على كل شقفة عنا. لا مأذي صاير. ايه شي بوجع. هيك يامي صاروا جاهزين. عاد عنا اثنين. ايه ليفوتوا على الفرن بدهم فترة 5 دقايق بس. ليفوتوا على الفرن هلا. اوكي فترة 5 دقايق حنعاير لهم 5 دقايق. اوكي نجي للكراب. اليوم احنا هنستعمل كراب سوريمي. صح حنعمله، حنحط الكراب بقلب ماجي ميكس او حيلا ما كان عندنا اياه. ايه بلندر. البلندر حضيف وعلى الفرم. فوق نص ملعقة من البهار الأبيض لأنه حر البهار الأبيض شوي. اوكي. حنضيف زليلين من البيض لكل 500 جرام من الكراب، هي بتجي الباكي 500 جرام. نحن اليوم حنعمل باكي مثل ما هي، حنحط زليلين من البيض، حنحط طحين الذرة ملعقة. واحدة ملعقة. ملعقة كبيرة يعني ملعقتين صغار. اوكي. اوكي. ملعقة كبيرة. شوي من الملح نص ملعقة تقريبا، وحنضربهم على البلندر. يعني اضربهم. دايما الضرب بتصير بيني وبينك. ايه ايه شفت انا قلت على الفرم انت قلت على الضرب. ايه شفت كيف؟ شوف كيف لساني الطف ادفى. هذا اللي بفوت على المطبخ ما بيضرب. ايه ايه, إيه؟ لا بكون لطيف. متأكد. ايه مزبوط مفروض يكون لطيف مع انه عنده كل وسائل الاذى بالمطبخ 100%. يعني سكاكين وشوبك و بعد ناقصهم. عنا اليوم انا حستعمل الشومر او الشبك اذا بدكم. طلع على الكريمه اللي عندي. ايه غليت هون. غليت هنكشفها ونتركها تتبخر شوي. لكن الكراب فينا ننكهه بحيالا هيربز بدنا اياه، كورياندر، كزبره او شبت. بقدونس او الشومر اللي عم بستعمله انا اليوم. هنصغرهم على الاخر ونحطهم. هنضيفهم عنا هون. وعلى الضرب؟ وعلى الضرب مرة ثانية. اوكي. بهالوقت عندي شرايح التوست. اوكي فينا نستعمل اذا بدنا باجيت، بس ساعتها بدنا نفوتهم على الفرن مش نقليهم. انا اليوم حبيت نقي توست ابيض طري، شلت له الحواف. ايه شلت كل الاطراف. الاطراف حنمدهم بهالطريقه
وحتى يلزق معنا الكراب اللي عنا شو بدنا نعمل؟ فينا هيدي الريسيبي نعملها بقرايدس، نحن اليوم عم نعملها بكراب. بالكراب خلينا نوطي. اجي اخذ شوي من المي. بس بالمي. ايه وحطهم على التوست هيك تشوف الكاميرا. شيل السمسم. بدنا نستعمله ونرجع بس. مهضوم بس بدهم يعني بس شوية مي لحتى تلزق. فيها بيض، ما بدنا نرجع نحط بيض هون للزقة. لا خلص. فمنحط شوي من المي. وهيك بصيروا جاهزين لحتى ينمتوا. بصيروا جاهزين لنحط عليهم الميكس اللي عنا اللي هو الكراب مع فلفل الابيض او البهار الابيض مع الشومر وزليل البيض وطحين الذره. وقلت هون لانه عندك هون 500 جرام حطيت 2 زليل بيض. حطينا 2 زليل بيض. اوكي. ما يعادل يعني زليل البيض هي البيضه 50 جرام. بنقول 30 جرام للزليل و20 جرام للصفار. اوكي. هدول خلصوا. فرننا زمر. دق الجرس. خلينا نشوف النتيجه. بدك تسحبهم بال يلا. افتح لك وانت واو. ها كلكم اللي حنعمله هلا غيدا حتوزع عليهم ورق حبق. ايه حبق. انا حوزع على الشعب. بدك واحدة واحدة بس؟ قد ما بدك. هول الحبقات قد ما بدك. هيك بدي اعمل لهم ديكور. بشرفك شوف لي هالديكور. مش معقول. خارج صورة خلص. لكن الميكس عندي صار جاهز، شو حاعمل أنا؟ حاجي آخذ منه وبلش. لا كثير ديكور، لا الديزاين قوي كثير. لازم نفتح مطعم سوا. ما هيك يلا أنا جاهزة عبد الله. أنا بس إشراف وبس بالآخر هيك تاتش بس من عندي. بنصير نمدهم بهالطريقة للكراب. ما مسترجي نطبخ قدامك يعني. لا لا عادي. شيف بيتقبل كل النصايح. ايه مزبوط. لازم يكون. خصوصا من ست لما تكون هي بتطبخ عندها عائلة كمان. صحيح. يعني مزبوط. بس بتعاني مرته معه، أنا بوجه لها تحية لمرتي، هي بتعاني. ايه معي. ما هيك؟ ايه حس. عن جد. يعني بينبسطوا انه عندهم شيف بالبيت بس بتصور متعبه. هذا صيت بس الشيف يعني بيشتغل كل النهار وبيجي بده يطبخ بالبيت انه بيساعد او بيعطي استشاره او كي بس انه يشتغل هو يرجع. طب طمني بس تفوت على المطبخ كيف تتركه للمطبخ لما أنا؟ تتركه لما بتفوت وبتطبخ مثلا. انا بفوت اذا بدي ساعد مرتي يعني اذا انا بدي ساعد مرتي. ايه هلا ما برجع على البيت اذا بدي احكي. اذا بدي ساحب. طب قول هلا قول اللي بقلبك. يعني كل الخزاين مفتوحه. اعصار يعني. المجله مليانه انه الا شوي شوي صرت تتعلم انه ستيب باي ستيب. خلصتي من شغله دغري جليها وضبيها هيك بتضل اهين الخبريه عندك. فبس اجادة يعني كمان ولدين بالبيت. اكيد تحيه لك لزوجتك ولكل الامهات 100%. اكيد بنعرف هاندفل مثل ما بيقولوا بس تربيه الاولاد لحالها هاندفل. كيف لما بتكون عامله كمان. صاروا جاهزين حاجي ضف لهم. شفت استعملتهم كلهم قد ما زينتوا هوليك. بعد في للباقيين في شوي يعني مش كتير ححطهم وحده بوحده. خلص انتوا خذوا هدول مزينين مزبوط. صارت جاهزه عندي الخبريه لانه هول صغار. شو حاجي اعمل؟ حجيب ورقه من الخشخاش واكد انه لزقوا معي على التوست. اوكي. كبسهم. رح بعد فتش على كم وحده. بهالطريقه. هذا مش عادل، انا بشتغل كل الشغل وانت اخر شيء بتحطي هيك شويه زينه. وتعالوا شوفوا الصحن كيف طلع. وثانك يو لك. بالعكس شو لو نحن ما بناخذ كريدت تبعك. لو نحن بنقول معترف ثاني طبق شو عملنا. صار جاهز. تعال نشوف هولي. هلا اللي حنعمله حناخد الشمندر. لا هيدي قوية كثير. هي طفي الغاز. طفي النار كلها كلها. حناخد الشمندر اللي عنا
اللي عملناه مع الكريمه والبصل والثوم ومرقه الدجاج مثل ما قلت فينا نستبدلها مرقه خضره، وحطينا له من القرفه ومن البهار والملح وحطينا معه الاوريجانو. بدنا نمرقه على المكنه ليصير عندنا موس لنقدر نعمل فيه الكريمه. هي محاولات يعني، ماشي الحال، مش كثير يعني انه هالقد الابداع، بس انه عم نجرب. بنصير جاهزين ومنركب. هيدي مش راكبه، خلص بلاها، خلص اخذ من عندك نابكن. ثانك يو. الميكس عنا صار جاهز. عنا التارت الموتزاريلا او التوميتو صار جاهز. شو حقدم معه اليوم انا؟ ايه يلا، في الباستا هون. هلا الباستا حنقدمها اخر شيء. اوكي. حنقدم معه سلطة الروكا او الجرجير بمصر، او الجرجير اذا بدك. وعندي نتشيري طيب توميتو اللي هن بقلب الوصفة التشاتني. وعندي اكيد نشمندر لانه بيلبق مع الروكا طالما انا استعملته اليوم بالوصفه. سو كله بيشبه كله. كله بيشبه كله. واخر شيء حنضيف لهم نسنوبر المقلى، الوان كثير حلوه. قوية كثير هالسلاد عبد الله. قوية كثير هالسلاد. حنجي نعمله. ها نشيل تارت اللي عنا. يعني انه فينا نسميها شوي بروسكيتا، ما هيك؟ فينا نسميها هلا هي لانه على غير خبز، هيك بتكون على باجيت 100%. بس انه هيك تارتات اللي عنا. اتمنى يكون شغلي هيك عجبكم. لا انا اخذ السكسي كله بالاخر. انا ما عملت شيء، محاولات بسيطه بس. ليكي قد ايه عطوا رونق حلو للحبقات. ميرسي سلم. مش مجامله اكيد اكيد. يعني هذا دليل انه عندك ذوق بكفي، انه قدرتي تزيني بندوره وجبنه بطريقه تشهي ويقدر حدا ياكلها. هي لكن اول طبق هو صار جاهز. صار جاهز ولا شيء، انا بس حاطه كم ورقه بالاخر. انا ما بحب اخذ كريدت حدا. لتاني طبق نحط الكرابات، الكراب المضروب بالكسرول اللي عندي. اتصل لك هيدول من هون. يلا حطهم على جنب. عندي طنجره او كسرول حاطط فيها، هلا بدي احط فيها زبده. وعندي هون بدي احط من زيت القلي. اوكي، زيت النباتي. زيت النباتي. شو حاجي اعمل بالكسرول اللي عندي؟ حفضي زبده. قديش زدنا تقريبا؟ ملعقتين كبار من الزبده. هنجيب ملقط. وعندي هعمل سوتيه شوي معكرونه، مثل ما قلت اليوم انا استعملت مكروني اللي هي الايطاليه. ايه العريضه. العريضه. هلا الا سوتيه لحتى تنط بقلب. مش سوتيه بدنا نعمل. منيحه. حناخد معكرونه. باقيين فينا نستعملهم نرجع بسلاد او نرجع نعملهم بصوص طماط. ايه قليل ما نستعملها هاي العريضه، بتعرف؟ ايه ما نحن دائما بنجرب نفكر في شيء جديد. ايه ما هن كلهم نفس السعر دجاج، هو معكرونه بات. صح. بس نحن بنجرب نعمل شيء ريسيبي جديد نقدر نرغب الاولاد او نرغب العائله. مثل اليوم نحن كلنا بناكل صوص بلونش، بس ليش ما بنجرب مع البتراف؟ ايه والبتراف كثير مفيد. ايه صحيح، قليل الناس اللي بياكلوا، يعني خاصة الصغار اللي بياكلوا شمندر. كثير قليل. انه حيشوفوها صوص روج يمكن بحبوها اكثر. يعني انا كمان ما بيعني لي شمندر مثلا. يعني بعمري بس صوص الشمندر. صارت عنا جاهزة، حضيفة فوق المعكرونة وحنقلب. ما بدهم كتير وقت لأنه أنا شو عملت؟ الصوص سخني، المعكرونة كنت سلقة حطيتها بمثل الوعي شفتوه وغطيته كلين فيلم وحطيته دقيقتين
بالمايكروويف. فنحن بدنا مجرد غلوه وحنسكبها دغري. نجي لهون، الزيت عنا صار حامي، شو حنعمل؟ نحط الكراب. هناخد عم نقلبهم اف بهالطريقه. لا قويه هاي القصه، انتبه عشان فستان يعني. بس ايه ما هيك بكره لما نفتح المطعم ان شاء الله ما بكون لابسه فستان هيك. خلص معطيكي برنس، معطيكي وزره. ايه باخذ ساعتها ايبرن مريول بحطه على تكت باسمك عليه. ايه بكتب اسمي عليه اشراف غيده مجذوب. طب والشعرات؟ منضبهم. منضبهم اكيد. اوكي طيب، لكن انا هون بدك فروض الضوء المغربيه تبعيتي يا شيف. ايه ان شاء الله اكيد، ليش لا؟ ايه وستروجانوف والبوليسوس بلانش و... لا بعجبك بالطبخ والجاتويات والتشيز كيك. طب انت سالتيني انا عن مدانتي كيف بتصير المطبخ من وراها، انت كيف المطبخ بصير من لا وراها؟ مش كثير مأذيه بالمطبخ. مش كثير مأذيه، لا مش شريره. طيب ثاني طبق المعكرونه صارت جاهزه، اللي حنعمله حنجيب هيدي الصينيه. رح يصير عندي الموتزاريلا اللي استعملتها هون، عندي منها صغار البيكولو. ايه هحطها كمان كذلك الامر، وزعها على الطبق. اوه انا غرام الجبنه يعني. هي جبنه مع الباستا بتمشي بطريقه ما طبيعيه. نصفتني هلا بالبهارات منضف بس ماشي الحال، شويه بهار. ايه ما بقصد هلا، انا باخذ من الجناب وشوي حبيب الشعب الزيتون. هذا الطبق حيفوت تقريبا 3 دقائق على الفرن كمان بس لتذوب الجبنه شوي. هلا بدنا نشوف توست عنا شو صار فيهم. بنذكر اليوم انه نحن رح نختم 12:30 اليوم بتوقيت بيروت. اوه يلا بدهم بعد شوي. طالما فينا ندور هيدي. ايه بتدور حدا هيك حتى تغطي المجموعة كلها. هيك بتلقط كلها. صح. كان أنا اليوم حزينهم أو حقدم معهم. الحامض. الحامض. إيه لا أفكار عديدة، يعني جديدة قديمة وجديدة مبتكرة وأشياء هيك. إنه نحن بدنا نفتش على شيء جديد دائما. صحيح دائما. هيك حامض صار جاهز عندي. الجبنه بدها دقيقه بتذوب. حنشيل اول شقفه من التوست ونقلبها. اها ورجيكم طريقه التقديم تاعيتها كيف. هذا الطبق فينا نقدمه كابيتايزر. اي اكيد هيك بصير. وفينا ناكل معه السلاد الروكا كمان. ما في مشكله. ميرسي خالد. لكن حناخذ مثلثات نقصهم اربعه، فينا نخليهم اثنين ما في مشكله. ايه بس هيك اسهل. هيك اسهل واسرع. بيبركوا اكثر هيك. ايه مزبوط هيك دغري نقضي عليهم. عندي هون ثاني قطعه صارت جاهزه. اللي بدها بعد بهالوقت نحط الباقيين. اوه خبصت. خبص عظيمة. عنا الجبنة صارت دايبة، نطفي الفرن ومنجيبها. ومنجيبها أهلا وسهلا. رائع. حنكمل قص باقي التوستات. الوانه حلوه. ايه مجنن. مثل ما قلت فينا نعملها بقريدس وفينا نعملها بدجاج.
انا اليوم عملتها بكراب شوي بذكرونا بالمطبخ الصيني 100% المطبخ الاسيوي. هيدي القطعه صارت جاهزه وهيدي القطعه ضل عنا قطعه كمان. قاعده حزينه لحاله. لا لا ما في شيء لحاله، ما في شيء بيروح لحاله. كله بينقضى عليه، ما تخافوا. فينا اذا بدنا نحن نفرزهم تقريبا نص ساعه للتارت او للتوست اللي عنا، بنرجع بنقصهم وبنقليهم ديب فرايد. ايه بس نحن اليوم بدنا نعمل شوي هيلثي، اخف إيه؟ ما بدنا ديب فرايد، بس كمان فينا نعملها ديب فرايد. هو طيب الديب فرايد واحد إيه؟ لشو يكذب إيه؟ إيه؟ بس للصراحه مزبوط، لازم ننتبه على صحتنا 100%. نجيب بعد صحن نقدر نوزع بقلبه صح مشان الباقيين باينين مزبوط. تفرجوا ايه اشراف بالكبير بدي اعملها على الايبرن تبعي. أكيد أكيد, اكيد 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 اشراف بالكبير. غيده مجذوب تحت يعني بلشوا كل واحد اللي عنده بده يفتح مطعم بلشوا يعملوا كونسلتنج مع غيده. ايه ايه هيك اشراف اشراف قوي جدا. ايه تحمسوا كمان. لكن قدرنا نعمل زين مثل البقله. ايه ايه بقلاوه على سي فود شهيه شهيه عم تفتح بعدم. لكن عملنا ثلاث وصفات لليوم، عملنا الكراب سوريمي مع مثلثات التوست المقليه مع السمسم، عملنا السباجيتي مع صوص الكريمه المنكهه بالشمندر. ايه وقدرنا نعمل كمان اذا بدك البروسكيتا السخنه. عملنا الباف بيستري او توميتو تارت مع التوميتو تشاتني وال موتزاريلا والحبق، وقدمنا معهم السلاد. صح اخر قطعه عندي انا السلاد من كل المكونات تبعيتهم باستثناء الروكا اكيد اللي زادت.